هدى للمتقين هنا النهج المبين هنا الحق اليقين هنا نور بدا هدى للمتقين هدى للمتقين ربيع المؤمنين معين الموقنين هنا بحر الندى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هدى للمتقين هنا النهج المبين هنا الحق اليقين هنا نور بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في وقت وزمن وفي منطقة لعل ممكن أن نصفها بأن البيئة كانت بيئة قاسية من الناحية الاجتماعية ومن الناحية البيئية أما من الناحية الاجتماعية فعلى اعتبار أنه هناك كانت توجد عشائر وقبائل وهذه فيها بعض الأعراف وبعض التقاليد التي قد تثقل كاهل من ينتمون إلى هذه الفئات مضافا إلى الجانب الطبيعي البيئة الطبيعية من حيث قسوة الجو الصحراء من حيث قلة المراعي قلة المياه هذه تجعل الإنسان بشكل عام يعيش حالة القسوة والشدة تكون شخصية قاسية هذا طبيعي ولذلك نرى أنه كان في ذاك الزمان حروب دائما بين القبائل أصلا لقلة الموارد وشح المصادر مصادر المعيشة كانت قبيلة تغير على قبيلة أخرى على اعتبار أنه هذه عندها مثلا بعض الموارد فالقبيلة ألف مثلا تغزو القبيلة باء وتأخذ مواردها ولذلك كان عندهم حب للذكور إن عنده ولد إذا صار عنده ولد يفرح ويسمون أبنائهم بأسماء مثل صخر وصقر وضرغام وأسد وليث وهذه حتى يعطي قوة وعزوة حق قبيلته بينما إذا كانت تأتيهم الإناث كانوا يعيشون حالة الخزي وما يفرحون الله سبحانه وتعالى يصف حالتهم يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني كأن وجهه أسود مع العلم أن البنت رحمة حنذكر لكم بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الشيء على أي حال فالله سبحانه وتعالى يقول ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يعني ما يدري وين يروح وين يودي وجهه من الناس على اعتبار أنه جاءته فتاة أيمسكه على هون يعني يحتفظ في هذه الفتاة التي جاءت على هوان يعني على ذلة أم يدسه في التراب
اللي كان عندهم قضية وأد البنات، ألا ساء ما يحكمون. في مكان آخر، وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه البيئة اللي كانوا يعيشون فيها، التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حروب كانت بينهم. في كتاب اسمه أيام العرب في الجاهلية، هذا حاول أن مجموعة من الباحثين حاولوا يحصرون ما ذكره التاريخ من المعارك التي كانت تحصل بين القبائل، بين العدنانيين والقحطانيين ومرة وقيس وكنانة وكذا، شلون كانوا بينهم وبين بعض الحروب بين هذه القبائل، وأحيانا نفسها مثل العدنانيون فيما بينهم أو القحطانيون فيما بينهم، كانت حروب بينهم بين الأفرع اللي ينتمون لها، حالة حرب وشقاق وعلى أتفه الأسباب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلال سنوات معدودة حول حالة الخلاف اللي موجودة والحروب وحالة الشقاق إلى حالة وئام ووفاق. شوفوا هذا النجاح المنقطع النظير الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بفضل الله ونعمة الله عز وجل. شوف الله سبحانه وتعالى يمن على عبادي، يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كنتم أعداء، واحد يحارب الثاني، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الرحمة المهداة، إنما أنا رحمة مهداة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عنه ورد عنه أنه يقول إنما أنا رحمة مهداة، والله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة هي التي حالت دون هذه المعارك والحروب التي كانت تحصل إلى أن صاروا إخوانا، واحد يدافع عن الثاني، واحد يحافظ عن الثاني، واحد يؤاخي الآخر ويعطيه من ماله وبل يؤثره على نفسه. هذه كلها بعد فضل الله عز وجل من بركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته. احنا إذا بنشوف الأمثلة من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عديدة، نشوف مثلا رحمته في الناس اللي تعامل معهم، وأخذنا لعله بعض النماذج سابقا لما تكلمنا عن أخلاقه. بالنساء رحمته بالنساء، كان حريص على الرفق بالنساء وينصح الجميع ويوصي الجميع بالنساء. أضرب لكم بعض الأمثلة من هذا القبيل، مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ولي البنات، من ولي البنات يعني صار عنده بنات، من ولي من البنات شيئا فأحسن إليهن كان له سترا من النار. ويحسن إليهن مو يعاملهم معاملة يعني صار عنده بنات لكن يعامل معاملة قاسية، لا، هذا الحديث ما يتكلم عنه، يتكلم فأحسن إليهن، تعامل مع البنات مع بناته بإحسان، كان له سترا من النار، هذا يحفظه من النار. في مكان آخر ألا واستوصوا بالنساء خيرا. أيضا مثلا عندما كان يتعامل مع أجلكم الله الحيوانات كمثال، شوف رحمته بالحيوانات، كان يقول وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني واحد يخلي كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم وليحد أحدكم شفرته حتى يريح الذبيحة كمثال. مرة يذكر أنه دخل إلى بستان لأحد الأنصار فرأى ناقة بان عليها التعب والشقاء، حتى يذكر أن الناقة عندما رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذرفت الدموع، فمسح عليها روحي فداه بيديه الكريمتين حتى سكنت. بعدين سأل قال وين منو صاحب هذه الناقة؟ قيل هذا فتى من الأنصار. فشوف لاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو قال له، قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة، دير بالك ارحمها، يعني الضغط عليها وعدم إعطائها الفرصة لأن ترتاح، أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، الله أعطاك إياها لكن لازم تراعيها ترحمها، فإنه أو فإنها يعني الناقة شكت لي أنك تجيعها أو تتعبها، أن يعني ما قاعد تعطيها فرصة ولا قاعد توكلها. شوف وهذا الامتداد، امتداد الرحمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمن الرحيم،
وأنه رؤوف سبحانه وتعالى، وكذلك وصف نبيه الكريم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه لما يشوفكم أنتم تتعبون وضغط يصير عليكم وشدة تصير عليكم، هو يتعب، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وشوف هذه رحمة الله سبحانه وتعالى اللي خلى، شوف الله عز وجل عنده مجموعة من الصفات، القوي الكبير المنتقم، لكن لاحظ اختار الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. 114 سورة ابتداءها، 113 سورة منها بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا سورة التوبة ما فيها بسملة في البداية على اعتبار أنها نزلت بالسيف، لكن مع ذلك عوض هذه البسملة اللي ما كانت موجودة في سورة النمل. في نصف سورة النمل الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قصة ملكة سبأ، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السؤال وأختم فيه، ما هي مظاهر الرحمة في المجتمع التي ممكن أن نتعامل من خلالها؟ إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هدى للمتقين، هنا النهج المبين، هنا الحق اليقين، هنا نور بدا هدى للمتقين، هدى للمتقين، ربيع المتقين.